في هذا الفيديو سنتعرف على أخطر رجل وأقوى ماسوني في المغرب. صنفته مجلة تابلت ماك أقوى يهودي في العالم الإسلامي وضمن 50 أقوى يهودي في العالم بأسره. إنه أندري أزولاي. سأقدم لكم بعض الأدلة التي سأثبت لكم من خلالها أن أندري أزولاي ليس يهوديا محايدا، بل هو أخطر ماسوني في المغرب. أخنوش هو مجرد قزم في هرم الماسونية إذا ما قورن بأزولاي. ثلاث صفات إذا ما اجتمعت في أي شخص يتأكد لك أنه ماسوني. أولا، نشر الفساد الأخلاقي والإباحية في المجتمع. ثانيا، نشر الشرك بالله وإفساد عقائد الناس. وثالثا، الولاء التام للكيان الصهيوني. أولا، نشر الفساد والإباحية. كلنا يتذكر الفيلم الإباحي للمخرج اليهودي الماسوني نبيل عيوش، والذي تلقى دعما مباشرا من أندري أزولاي. شاهد المقطع. ومن بعد جت بنت أندري أزولاي اللي كملت معايا المسطرة. وصلت إلى الدرجة كتلاقي الناس الكبار. ثانيا، نشر الشرك وإفساد العقائد. أزولاي يدعم بقوة الزوايا الصوفية، وخصوصا تلك التي تمارس طقوسا شركية. إليك هذا المقطع. السيد العامل والسيد الرئيس مجلس البلدي عطاوني الفرصة باش نشارك هذا النهار التاريخي. عندنا اليوم الموسم ديال الزاوية الوزنية، الولاء التام للكيان الصهيوني. شاهد تصريح أحد أعضاء الموساد السابقين وهو يفضح أندري أزولاي. Maintenant, on va arriver à un aspect politique de comment dire de l'implantation du Mossad au Maroc. J'ai mis une photo d'André Azoulay. Pourquoi? Parce que André Azoulay, pour moi, est un, c'est ce qu'on appelle un Sayyad, c'est-à-dire un agent, enfin un juif marocain ou français en tout cas, qui a décidé de travailler pour le Mossad ou pour les intérêts d'Israël. أقل شيء يمكن أن تفعله لتنقذ بلدك هو أن لا تدع هذا الفيديو يقف عندك. انشره وافضح عبدة الشيطان.